الغموض لا زال يكتنف وجهة مدافع المنتخب الوطني كارل مجاني بعد قرار إدارة فريقه موناكو وضعه في قائمة المسرحين. نادي رمس الفرنسي أبدى جدية كبيرة في الحصول على مدافع الخضر، غير أنه اصطدم بالعائق المادي الذي جعله يفشل في حسم هذه الصفقة إلى غاية الآن. نفس الحال بالنسبة لمواطنه نادي لونس الذي لا يبدو مستعدا للتفريط في خدمات لاعب أولمبياكوس السابق بعد العرض الذي قدمه لضمه في الأيام الماضية. ورغم أن إدارة نادي الإمارة استغنت عن خدمات مجاني وينتظر أن تفسخ عقدها معه في الأيام القليلة المقبلة، إلا أنها تريد الحصول على مقابل مادي من أجل إخلاء سبيله رسميا، وهو الأمر الذي جعل المفاوضات مع إدارة ترابزونسبور التركي تراوح مكانها في وقت يبقى المدرب حليلوزيتش مصرا على خدماته.